باطل. في المقابل الأصح هنا، هنا قال لك يصح السائل لو أطلقنا، ما ذكرناش الأجل، قال لك في الأصح إيه؟ إنه يصح العقد بس يبقى حال. كويس؟ يعني جيب لي البضاعة دلوقتي. واضح؟ مقابل الأصح اللي هو صحيح قال لك لا، ده ما ينعقدش سلم أصلاً. لو أنت عايزه حالاً بقى خليه بلفظ البيع. خليه بلفظ البيع. اشتريت منك كذا أو بعني كذا. لكن ما تقوليش سلم. واضح الكلام؟ ينعقد حالا في الاصح. يبقى اللي قال لك انه باطل قال لك انه ده رخصه، لازم اتقيد بصوره الرخصه، ان ادفع مقدما واخد بعدين باجل. فانت ما ذكرتش الاجل يبقى باطل، لانه ده عقد على خلاف الاصل. انا لما ابطله ابقى اضيق المساله، الجا لعقد اخر. واضح الكلام؟ الجا لعقد بيع، ما سلموش سلم. الثاني قال لك لا، قال لك هو انا دلوقتي علشان اخلي مصالح الناس تمشي، بدل ما ابطل له العقد انا اصححه، لكن اضيق من جهه ثانيه اني اجعله حال. فهمت طريقه تفكير الفقيه ده وطريقه تفكير الفقيه الثاني؟ الاثنين لا يريد ان يتوسع في الرخصه، وفي نفس الوقت لا يريد ان يتوسع في المعامله لانها على خلاف الاصل. فاحدهما نظر للمعامله فابطلها، والثاني نظر للأجل فألغاه. واضح؟ فهمت؟ أنا عايز يبقى عندك ملكة فقهية. لما تيجي تقرأ كده مش محتاج تقرأ في الكتب الكبيرة التعليل. ليه قال أصح كذا؟ طب وليه مقابل أصح الباطل؟ طب عشان تعرف الطريقة دي محتاج تقعد تقرأ بقى مجلدات، وتخش بقى في الكتب الكبيرة تقعد لك تقرأ مثلا فيها 30 40 مجلد في فقه الشافعية. يضيق عمرك عليه. لكن لما تلقط من الشيخ اللي بيشرح طريقة تفكير الفقهاء تلاقي نفسك تفهم اللي في الحواشي دون أن تقرأ الحواشي. فهمت بقى المسألة؟ لما تعرف طريقة تفكير الفقيه نفسه في توليد الفروع، لأن الفقيه ليه ذهن معين بيفكر بطريقة معينة يولد بهذه الطريقة الفروع المختلفة طبقا للأصول اللي هم تعرف عليها المذهب او المسلمون. فهمت ازاي؟ انعقد حالا في الاصح، وانما يصح السلم فيما، اي في شيء، ما دي يعني شيء، تكاملت فيه خمس شرائط. ده الشروط اللي في المسلم فيه. المسلم فيه اللي الحاجه اللي هتاخدها بقى اللي بتتفق عليها اسمها المسلم ايه فيه. طب والثمن اللي اديتهولك اسمه المسلم، يبقى في حاجة اسمها المسلم اللي هو الثمن، والمسلم فيه اللي هو البضاعة، وفي اسمه مسلم اللي أنا اديتك الفلوس، ومسلم له اللي هو هيجيب لي البضاعة. واخد بالك؟ وفي إيجاب وقبول. يبقى عرفت عقد السلم أركانه مسلم، مسلم ومسلم له ومسلم فيه. واخد بالك ازاي؟ وصيغة إيجاب وقبول. يبقى انت لما تقعد تفك العقد كده تلاقيه ايه؟ زي عقد البيع. احنا عندنا عقد البيع عباره عن ايه؟ بائع ومشتري. يجي في عقد السلم مكان البائع يبقى مسلم له، ومكان المشتري مسلم. مسلم يعني اسلم. فهمت ازاي؟ يبقى فكينا العقدان البائع والمشتري، بقى مسلم ومسلم له. طيب وعندنا احنا ثمن ومثمن، هو برضه مسلم ومسلم فيه. مسلم اللي هو الثمن، ومسلم فيه اللي هو البضاعة. وعندي عقد البيع الصيغة إيجاب وقبول، هنا إيجاب وقبول. فهمت ازاي بقى؟ يبقى لما يبقى انت ذهنك مرتب بالطريقة دي ما تحتاجش تحفظ كتير. عشان كده الفقه مبنى الفهم مش الحفظ. سيدنا جلال الدين المحلي من علماء الشافعية الكبار كان ما يعرفش يحفظ، لكن كان فقيه كبير. يقول لك يعني يصعب علي ان احفظ، لكن خليه يفهم كده يا يولد لك 100 فرع في المساله. فالفهم مهم، لانه هو اصلا راس مال الفقيه الفهم، لكن راس مال المحدث الحفظ. فهمت بقى ازاي؟ يبقى المحدث لازم يشتهر بالحفظ،
عشان يبقى ضبط وبالصدق والأمانة. طب والفقيه مش مهم يبحث، مهم يفهم، طالما فهم خلاص يعرف يولد لك فروع كتير. واضح الكلام؟ فدروس الحديث حفظ، دروس الفقه فهم. هو اتكلم. لا انا جبت سيره السبكي. هو جلال المحلي اللي قال على نفسه كده، هو قال على نفسه كده. انا يصعب، قال على نفسه كده لما تكلم عن نفسه، قال ان يصعب علي الحفظ ولكن يسهل علي الفهم. فلما تقرا في كتبه ومصنفاته تجد ان هو عقليه فذه، بالرغم انه كان لا يستطيع ان يحفظ كثير. ليه؟ لانه كان مبناه عقليه فقهيه، عقله مبني على الفقه، فهمه يولد لك اي فرق. واضح؟ لان الناس ملكات، ربنا يخلق ناس عندها قدره على الحفظ. انهم ايه اللي عنده قدره على الحفظ ده نخليه فين؟ في علوم القران وعلوم الحديث. لما تلاقي شاب كده طالع في طلب العلم وبيحفظ بسهوله، ده ما توجهوش للفقه، ده وجهه في علوم الحديث، وجهه في علوم القراءات، هيبرع ويفيد المسلمين. طب لقيت واحد كل شويه اللي يحفظه ينساه ويحفظه، لكنه عنده نباهه وذكي ويفهم، وديه على حلقات الفقه ده يطلع فقيه محترم. وهكذا. يبقى كل واحد ربنا بيبقى خالق فيه ملكات علشان احنا كلنا نكمل بعض. محدش كامل من الكل الا الانبياء بقى، وقليل من الاولياء. انما يعني الغالب الاعم ان الواحد يبقى عنده جانب كمال وجانب نقص، دي العاده كده. والحاجات دي مهمة في طالب العلم يعرف ايه الملكة اللي ربنا مديها له ويسلك السكة اللي هي تناسبها، يوم يبرع. لكن هو ما يبصش لواحد معجب بيه وبعدين يقول لك انا عايز ابقى زي فلان. طب هل انت عندك ملكاته؟ يقوم في الاخر ما عندوش ملكاته، مش عارف يبقى زيه، يقوم يجي له احباط وييأس ويفتكر نفسه انه خيبان، في حين ان هو عنده ملكات تانية ممكن يبقى احسن من فلان ده، بس في مجال اخر. في مجال اخر، لان كل واحد ربنا سبحانه وتعالى مديله ملكات خاصه بيه، مش كلنا زي بعض. يعني ممكن ابقى انا ذكي في مجال وفي مجال تاني ما افهمش فيه حاجه خالص، ما يضرش. الامام الاصمعي عالم اللغه الكبير اللي حافظ الشعر قد كده، حاول يتعلم بحور الشعر ما عرفش، وقعد يروح للخليل ابن احمد ويتعلم منه بحور الشعر، ويقول له البحور وبحر الطويل وبحر البسيط وبحر مش عارف، مش قادر تدخل مخه، مش قادر يفهم ايه النغم ده يعني، وايه ان هو حول الحاجات دي الى فعال فعول فعل، مش فاهمها هو، مع انه حافظ اشعار وعالم من علماء اللغه الكبار. فلما فشل استمر بقى في علوم اللغه وبعد عن علوم بحر الشعر خلاص، وبقى الاصمعي عالم كبير. لكن لو فضل قاعد بقى ايه يائس في حاله كده وقال لك انا اصلي يائست انا مش عارف افهم الموضوع ده، يبقى انا فاشل، ويقعد جنب الحيط، ما ينفعش. فهمت؟ يعني اذا ضاق عليك امر يتسع لك امور اخرى. ادي الحكايه. لكن على اي حال في دروس الفقه يبقى كل مبنانا وقعدتنا اننا نحاول نفهم، لان هي دي الفقه معنى الفهم. اصل الفقه لغه معنى الفهم. مش كده برضه؟ ده درس فقه، يبقى احنا عايزين ناس فهيمه، ناس اذكيه مش حفيظه. يعني ما ينفعش واحد يقول لك انا هتعلم الفقه يقعد يحفظ، ده مش هيبقى فقيه، ده يبقى ناقل بينقل المذهب بس، لكن ما يبقاش فقيه. بيحفظ كويس، ده ناقل المذهب. يبقى في وسط الفقهاء مش فقيه، ناقل. لكن عارف الحفيظ ده في الفقهاء ده لو كان نقل جهده في الحفظ ده وراح عند علماء الحديث يبقى محدث، الحافظ، يبقى مقامه يعلى، لانه ما استغلش ملكته في مكانها. ملكه الحفظ لو حطها في الحديث يبرع، يبقى امام. لكن لما ساب الحديث وقعد بالحفظ بتاعه في الفقه، يفضل الفقهاء يقول لك يا عم ده حافظ مش فقيه، ده ما يعرفش حاجه، ده حافظ عامل زي الكتاب ملوش معنى. طب ما انا بدل ما اساله افتح الكتاب. فهمت بقى المسألة؟ علشان كده ايه الواحد يعني الناس اللي ربنا بيوفقها هو اللي ربنا بيلهمه، هو ربنا مديله اي ملكة ويمشي في الملكة اللي ربنا مديها له دي، يقوم يستثمرها. واضح؟ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، مش كده برضه؟ ما تشوفش انت بقى واحد حاجة مجال تاني تقول انا كنت عايز ابقى كده.
ما انت احلى منه بس في مجال تاني، ابحث عن المجال التاني هتلاقي نفسك بقيت احسن منه بس في مجال اخر. فهمت بقى المسألة؟ طيب، تكملت فيه خمس شرائط. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما اجاز عقد السلم ده قال الكلام ده كله اللي قايلينه الفقهاء؟ ما قالش الكلام ده، ده هو النبي صلى الله عليه وسلم بس اجاز هذا العقد وخلاص، لكنه على خلاف الاصل. الفقهاء عندهم اصول اخرى من اوامر النبي، انه نهى عن بيع الغرر، ونهى عن اكل اموال الناس بالباطل، ونهى ونهى ونهى. من خلال هذه المنهيات يجي الفقيه بفهمه يستنبط الشروط. فهمت بقى؟ فالشروط دي كلها مستنبطة، النبي لم ينص عليها ولكن النبي لوح اليها، اشار اليها من بعيد. مين اللي لقطها؟ عين الفاهم، عين الحاذق الفهمي اللي هو الفقيه. لان في بعض الناس اللي غلب عليهم علم الحديث، علم الحديث اهم حاجة عنده ايه؟ يضبط اقوال النبي. النبي قال كده فعلا ولا ما قالش؟ طب وقال كده هل ده صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا مكذوب؟ فيهمه اقوال النبي. لما يتنقل هذه العقلية اللي هي كل تفكيرها تحقيق اللفظ لكتاب الفقه، يلاقي في الفقه مفيش قال النبي كتير، ده قال النبي صلى الله عليه وسلم سطر واحد ويعمل لك على السطر ده باب السلم ويشرحه لك في 100 صفحة. جاب الكلام ده منين؟ يقوم ايه المحدث ما ينبسطش، يقول لك يا اخي ده قاعدين ضيقوا الدنيا، النبي قال لنا سطر يقوم يعملها لي 100 صفحة وشروط وكده باطل وكده مش عارف ايه، وقاعد ايد عليا الدنيا لانه مش فاهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ رب مبلغ اوعى من سامع. فيجي اللي سمع، الفقيه لما سمع لانه واعي فاهم ونظر للحياه وللواقع وطريقه معاملات الناس، وعرف ان من اللفظ ده النبي اجاز عقد على خلاف الاصل، وطالما النبي نهى عن اكل اموال الناس بالباطل في اوامر اخرى، وانه نهى عن بيع الغرر، ونهى عن بيع الغائب، ونهى عن بيع ونهى عن بيع، يوم يبتدي الفقيه يفهم من كده انه يقيد قيود توافق هذه الاوامر كلها. فيجي يقول لك وشروط المسلم فيه انه يبقى كذا وكذا، طب ما النبي ما قالهاش، لكن النبي لوح اليها. من الذي فهمها؟ عقليه الفقيه. فهمت بقى؟ الثاني يقول لك لا لا يا عم، ده الفقهاء عملوا شروط ما انزل الله بها من سلطان، ما انه ما فهمش. انا بسمع الكلام ده من بعض العيال اللي بتقعد ايه؟ غاويه تقعد تقرا في كتب الحديث فقط، وهو حتى ما يعرفش في الحديث ولا بيحفظ، لكن لانه ايه؟ كتب الحديث كل همها تحقيق الاقوال، لكن الفقه كل همه تحقيق المعاني والمقاصد. فده ليه مجال وده ليه مجال، فما تجيش تحكم بمجال على مجال اخر. يعني انا مثلا عندي الجراحة ليها احكام معينة، اخد انا احكام الجراحة دي احكم بيها على المهندسين اللي بيبنوا المباني والعمارات؟ ما ينفعش، لان ده بيتعامل مع الطوب والاسمنت، والتاني بيتعامل مع ايه؟ مع كائن حي، انسان لحمه ودمه وعظمه. فما ينفعش اجيب انا احكام الطوب والزلط والحديد المسلح اروح اعملها في الانسان، او اجيب اعمال الاحكام وهكذا. اهو ده اللي بيحصل بالظبط في بعض العلوم الشرعيه، ان يبقى عقليته قاعد يقرا في كتب الكلام وعقليته جدليه، عنده حجج وعنده براهين، وازاي والمنطق والمقدمه والنتيجه، عقليته كده عقليه جدليه. اهو ده يمشي في علم الكلام كويس، العقليه الجدليه دي. لما تيجي العقليه الجدليه دي تخش بقى في الحديث ما ينفعش، تيجي تخش في الفقه ما ينفعش، لان الفقه دي معاملات في الواقع، وعلم الكلام معاملات في الذهن. فانت عقليه الفقيه تلاقيها متاثره بالواقع العملي، عقليه التاني متاثر بايه؟ بالافكار والمعاني والوجدانيات. فما ينفعش الوجدانيات احكم بيها على الواقع، ولا الواقع احكم بيها على الوجدانيات، ولا اخبط الدنيا، لان النبي فجر كل العلوم. فجاء العلماء بعد ما وفاه النبي بسنوات طويله، 100 سنه 200 سنه 300 سنه 400 سنه 500 سنه 600 سنه، ابتدوا يصنفوا علوم ويصنفوا علوم النبي الى ايه؟ الى انواع، انواع كلها من النبي ملتمسه. فهم؟ لكن صار كل علم له طريقته،
واسلوبه، وعقليات البشر تتفاوت، فده يناسب العلم ده وده يناسب العلم ده وده يناسب العلم ده وده يناسب العلم ده، والنبي فيه اجتمعت كل الكمالات. فهمت بقى المساله؟ فما يجيش فقيه يعترض على محدث، ولا محدث يعترض على فقيه، لان ده له مجاله ومحتاجينه، وده له مجاله ومحتاجينه. فهمت؟ فيقول لك اهو تكاملت فيه خمس شرائط. يقول لك ايه ده خمس شرائط؟ هو النبي قال الشرائط دي ما انزل الله بها من سلطان؟ يا مش فاهم انت يا عقليه، خليك محدث انت، اجري ما تقعدش معانا، روح. اول ما يقول لك كده قول له روح، ما تقعدش مع الفقهاء، اجري انت تشتغل صيدلي، ما تشتغلش طبيب، اشتغل تعرف الادويه، كلام النبي ده دواء، لكن ازاي احط الدواء ده في اي مرض؟ استعمله ازاي وجرعته ازاي؟ ده عايز طبيب. انت عقليتك مش طبيب، انت عقليتك صيدلاني، خليك صيدلاني، افتح جزخانه، تفتحش عياده. فهمت؟ فالفقيه طبيب، انما التاني العقليه المحدث صيدلاني، يعرف الادويه وخلاص. انا بقى ايه يهمني برضه كطبيب؟ ما اقدرش استغني عن الصيدلي، لان الصيدلي بيوضب لي الادويه وانا قاعد ببين للي قدامي يستعمل ايه، فانا برضه محتاجه وهو محتاجني، احنا الاثنين، والا الادويه عنده هتحمض، تفضل على الرف ما حدش يستعملها. فهمت؟ تفضل على الرف لحد ما تنتهي صلاحيتها ويرميها. يبقى انا بستفيد بصناعته وهو بيستفيد بصناعتي، تكامل. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الارض. يبقى التدافع ده ليه؟ للنماء، مش تدافع قهر وغلبه وصراع زي ما هو بيتصور الامريكاني والحضارة الغربية. لا، المسلمين فاهمين ان التدافع ده تدافع للنماء ولعمارة الارض ولانتفاع البشر. اختلاف الملكات دي مش علشان ده يقهر ده، لا، ده عشان ده يستفيد بده. وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا ايه سخرية. تقوم انت تستفيد بطبي وانا استفيد مثلا ايه بهندستك، وده يستفيد بزراعتك، والتاني يستفيد مثلا بفقهك، وده يستفيد بحديثك، وده يستفيد بقرآنك، وده يستفيد بصنعتك. يقوم يحصل ايه مجتمع متكامل. واضح؟ يبقى تكملت فيه خمس شرائط، احدها ان يكون المسلم فيه مضبوطا بالصفة التي يختلف بها الغرض في المسلم فيه. مش اي صفة، لازم الصفة اللي هي تكون ينبني عليها غرض صحيح في الذهن. يعني اما اجي اقول لك مثلا انا عايز محمول، تليفون محمول يكون وزنه خفيف ما يزيدش عن 20 جرام، ويكون مصنوع في البلد الفلانية، كويس، ويكون طوله ما يزيدش عن مثلا 10 سنتي عشان اما احطه في جيبي يستخبى خالص ما يبانش ويقع، كويس، وتبقى الزراير بتاعته بارزه بطريقه معينه وبتقعد اوصفها لك. لكن انا ايه ما تفرقش معايا مثلا لون الشبكه، لون الشاشه ما تفرقش معايا، لان لون الشاشه مش هو غرض اساسي في المساله. الغرض الاساسي انه يكون صالح للاستعمال، حجمه مناسب، طوله مناسب، وزنه مناسب، يبقى يسهل علي استعماله. يبقى لازم تبقى الصفه اللي انا اوصفها يكون يعني ايه ليها غرض صحيح، ليها غرض صحيح في ذهن. انما مش انما لو ما لهاش غرض صحيح ما تفرقش، يعني خلاص ما تفرقش، مش مهم انص عليها. يعني لا يشترط ان انا انص على صفه ما لهاش غرض صحيح في ذهني. واضح؟ التي يختلف بها الغرض في المسلم فيه، بحيث ينتفي بالصفه الجهاله فيه، لان ما ينفعش ان انا اشتري مجهول، فالصفة بتحل محل ايه؟ رفع الجهال. ولا يكون ذكر الاوصاف على وجه يؤدي لعزة الوجود في المسلم فيه. الشرط الثاني، ما احنا عندنا ان عقد البيع في من شروطه القدرة على التسليم. لازم يبقى عندي قدرة ان انا اسلمك المبيع. لو انا ما عنديش قدرة ان انا اسلمك المبيع لاني لا املكه، او املكه ولكن ليس في حيازتي، يبقى ما ينفعش ابيعه لك، مش كده برضه؟ يبقى طالما عندي يعني القدرة على التسليم دي شرط من الشروط عشان يمنع النزاع،
يبقى ما ينفعش في المسلم فيه الغير موجود، يبقى صفة نادرة، لأن هذا قد يؤدي إلى العجز على عن التسليم. توصفها لي صفة نادرة، طب وأنا لف العالم ما لقيتش الصفة دي، وبعدين خدت منك الفلوس، هيؤدي إيه؟ إلى نزاع. تيجي تقول لي يا نصاب أنت خدت مني الفلوس وما اديتنيش البضاعة. طب ما هو أنت اشترطت شرط نادر، هجيبه منين الشرط ده؟ يقوم العقد من الأول، الفقيه يقول لك يبقى ده مش عقد من الأول، من الأول ما تاخدش منه فلوس. عشان ما ينبنيش عليه إن يبقى في واحد حرامي وخد أموال الناس بالباطل. يبقى لازم تبقى الشروط مش نادرة. لو شرط نادر ما ينفعش، لما تبقى تجيبه بديك ثمنه. لو أنت عايز حاجة بشرط نادر ما تعملش عقد سلم. أقول له لما تبقى تحصل عليه اتصل بيا وأنا أبقى إيه؟ يبقى عقد بيع. البضاعة حضرت والشرط النادر موجود، خلاص بيع. لكن سلم ما ينفعش في شرط نادر. واضح؟ ولا يكون ذكر الأوصاف على وجه يؤدي لعزة الوجود في المسلم فيه، كلؤلؤ كبار. تقول له أنا عايز إيه على فكرة؟ لؤلؤ، بحيث إن اللؤلؤة تبقى وزنها ما يقلش عن 50 جرام. لؤلؤ 50 جرام دي يعني لما تخش أنت عند تجار اللؤلؤ تلاقي اللؤلؤة ال 50 جرام دي يعني واحدة في 10,000 في 20,000، وأنا طالب منه 200. هيلمهم لي إزاي ده؟ أجيبهم لي إزاي؟ ما ينفعش، ده ما ينفعش عقد سلم. ده نادر ده. واضح؟ وجارية وأختها، دي أمثلة كانت واقعية أيامهم، لأن كان عندهم مثلا إيه؟ بيع الجواري أيامهم. إيه الأمثلة دي ما تصلحش أيامنا إحنا. خلاص ما بقاش في بيع جواري. لكن أيامهم برضو ده كان وصف يعز. أقول له أنا عايز جارية لون شعرها اصفر وعينيها خضر وتكون لها اخت اصغر منها بسنه، هشتريهم الاثنين مع بعض. هجيبها لك منين دي؟ هو انا هصنعها؟ فهمت؟ يوم يقول لك خلاص بلاش عقد دلوقتي، انا لما تتوفر عندي الحاجات دي هتصل بيك ويبقى عقد بيع. واقول لك البضاعه حاضره تعالى، ما يبقاش سلم، لان دي صفه نادره. واضح؟ او والدها يقول انا عايز جاريه ويكون ابنها في حجرها ويكون ابنها عنده مش عارف قد ايه، اجيبها لك منين دي؟ لما تبقى تجيلي واحده وابنها في حجرها بتصل بيه، لكن ما يبقاش عقد دلوقتي. واضح؟ والثاني ان يكون جنسا لم يتخلط به غيره. الشرط الثاني، كل دي عقليه الفقيه عاده بتولد شروط لم يقلها الشرع الا ان الشرع اشار اليها من بعيد. واضح؟ عشان كده بيقول لك ان الفقه الاسلامي معجزه من معجزات النبي. لان النبي صلى الله عليه وسلم في 500 حديث، 500 حديث اللي قام عليها الفقه الاسلامي كله 500 حديث. جمعها الامام ابن حجر في كتاب ايه؟ بلوغ المرام. كل الفقه الاسلامي جميع المذاهب قامت على 500 حديث و500 ايه قرانيه. بس يعني عندي 1000 نص انبنى عليه ايه؟ اكثر من 1,200,000 فرع فقه. يعني 1000 نص يتولد منه 1,200,000 فرع فقه، دي معجزه. عشان كده يقول لك ان الفقه الاسلامي من معجزات النبي. ان ازاي النبي فجر هذه العقول والعقليات بنصوص محدوده ان يولدوا منها فروع، ولحد دلوقتي ممكن نولد فروع تزيد. كل ده والنصوص فضلت محدوده، مش دي معجزه من معجزات النبي خفيه؟ واول من نص على يعني من ضمن من نص على هذا المعنى كان الشيخ زاهد الكوثري من علماء فقهاء الاحناف، كان صديق لسيدنا الشيخ عبد الله الصديق الغماري ومعاصرا له اللي هو شيخ. كان قال كده، قال ان الفقه الاسلامي معجزه باقيه من معجزات النبي، يعني التراث الفقهي ده معجزه. لان فعلا كتاب تلاقي كتاب فقه 20-30 مجلد في فقه الاعمال، معاملات على زواج على عبادات. طيب ال 20-30 مجلد ده بيتكلم ايه الادله اللي هي النصوص اللي ولد منها كل الكلام اللي في الصفحات الطويلة دي كلها؟ تلاقيها حوالي 1000 نص ولد منها فروع لا نهائية. ده معجزة. يعني حتى عقلية الفقيه معجزة من معجزات النبي. يعني أمة النبي من معجزات النبي، علماء أمة النبي من معجزات النبي، إنهم عرفوا من خلال هذه النصوص المحدودة يولد لك منها. قاعدين احنا نقرا كده، يا سلام. انا ما بعض اقرا في كتب الفقه الاسلامي وازاي الفقهاء ابتدوا، يعني حاجه عجيبه، عقليه محترمه. علشان كده ما احتاجناش نبي تاني. ليه؟ بدقه الفهم.
بدقة الفهم مش محتاجين نبي تاني يقول لنا كل حاجة يعمل كذا وما كذا. خلاص هو النبي يقول مرة واحدة تاخد منها آلاف الفروع، هي كلمة واحدة. شفت بقى ان النبي امته حلوة ازاي، مريحة، مش عايزة تسأله على كل صغيرة وكبيرة، هي بس تفهمها بالإشارة، أمة تفهم بالإشارة، النبي يشاور كده الأمة تمشي وراه لحد يوم القيامة ما تحتاجش ترجع له تاني. خلاص شفت. لكن شوف بني إسرائيل مع سيدنا موسى في البقرة عملوا إيه فيه؟ أمة غلسة، أمة غبية، أمة متعبة، أمة مرهقة، أمة مجادلة. ده فرع فقهي واحد قال لهم اذبحوا بقرة، يوه عملوا موال. لا انت بتهزر، ما تقول كلام غير ده بقى. حد يقول لنبي انت بتهزر، هو قاعد معك في القهوة، ده نبي يا عم، ده نبي والانبياء كلامهم واحد. لا اتتخذونها هزوة، يعني شوية صيع بقى، هم صيعة. ده اللي حصل. يوم سيدنا موسى يصبر، نبي صبور، يقوم يلديهم شروط، يقولوا اه احنا عرفنا الشروط، بس الشروط دي متوفرة في بقر كتير قوي، طب قول لنا بقى لونها علشان يعني أم قلت الأدب. فهمت ازاي؟ عشان كده سيدنا موسى لما قابل سيدنا رسول الله قال له انا خبرت الأمة من قبلك هيتعبوك. ما يعرفش ان أمة النبي التانية حاجة تانية، أمة رحمة. فهمت ازاي؟ ما سألناش النبي كتير، النبي يقول لنا حاضر تمشي، والنبي يقول دعوني ما تركتكم، دعوني ما، عشان يوسع. لكن اتفرج ايه لونها وايه مش عارف ايه وايه وايه، وشغلانه موال. يعني كان ربنا سبحانه وتعالى عايز يبين عقليه امه النبي من خلال سوره البقره في قصه البقره، لان بني اسرائيل لما كانوا كده اهل لجج وعناد جبت لهم رسول الرحمه، امه كريمه ما تسالش كتير، تفهمها وهي طايره، ادت لها الخلافة، صارت في يدها ايه، صاروا شهداء على الناس ليوم القيامة. خلاص ربنا نزعها علشان هم اهل لجج وجدال. لكن في بعض الناس من المسلمين بيفكروا بطريقة البقرة، تيجي تقول له المسألة والمسألة واضحة، يقول بس لو كان حصل كذا، طب وعلى مسؤوليتك ولا على مسؤولية مين؟ طب ويقعد بقى ايه، اهو ده بقى بيفكر بطريقة برضو بني إسرائيل لما راحوا سيدنا موسى في البقرة. فهمت إزاي؟ فلازم، وربنا جعلها سبحان الله سورة البقرة والقصة دي يمكن في أوائل صفحات القرآن علشان يحذرك من هذه العقلية، ويحذرك اوعى تعمل كده مع الأنبياء ومع نصوص الأنبياء، وإلا هتعيش في دائرة ضيقة وحياة مرهقة. والثاني أن يكون جنسا لم يتخلط به غيره. آه طبعا، لأن احنا عارفين أن احنا ممنوع الغرر. طب أنا لو اتفقنا في عقد سلم في جنس مختلط بغيره والنسب تختلف، وبعد ما بيختلط وما عرفش أنا أفصل أنت حطيت نسبة قد إيه من كل نوع، يبقى ده يؤدي إلى النزاع، مش كده برضه؟ يبقى ما ينفعش عقد السلم في شيء مختلط مخلوط في بعض. ليه؟ لتفاوت النسب، ولاني ما شفتش انت حطيت قد ايه في قد ايه، لان انت بتديني حاجه موصوفه بالذمه، يبقى الشيء المختلط ما ينفعش، والشيء اللي تمسه النار ما ينفعش في عقد سلم، لانه ممكن يبقى ايه ناضج زياده شويه، النار لسعته، احمر شويه، لا ده ني، ده كان عايز مستويش اكتر، لا ده اصل الخميره ما كانتش مش عارف ايه عشان كده ما قبش. طب ما ينفعش عقد السلم كده، هيؤدي الى في الاخر نزاع. واضح؟ يبقى الحاجات المطبوخه، الحاجات اللي مسيتها النار، الحاجات المختلطة، الحاجات تحط حاجة على حاجة زي المعاجين والمساحيق والكريمات ومش عارف ايه، كل ده ما ينفعش يبقى عقد سلم. معجون السنان مش عارف، كل ده كريمات الشعر، كريمات الجسم، دهانات، كل دي عبارة عن خليط، حاجات محطوطة على بعض، يبقى كل دي ما ينفعش مع عقود سلم. دي تدرسها في عقود البيع، ما تدرسهاش في عقود السلم. طب ليه يا فقيه؟ قال لك لأن هذا يؤدي إلى نزاع شديد، يبقى ننقلها من عقد السلم الى عقد البيع، لان الناس محتاجاها، لكن ما يلغيهاش خالص، ما يلغيهاش خالص، يعمل لك حل، يقول لك الحل ان ما تبقى السلم، تبقى موجوده قدامك ودوقها، عجبتك اشتريها، ما عجبتكش ما تاخدهاش، انما اتفق معاه اعمل لي صينيه كنافه وتجيبها لي بعد اسبوع، وبعدين بعد اسبوع يجيب لك صينيه الكنافه، السمنه كانت طعمها مش كويس وكانت ملسوعة
والسكر اللي فيه كان مخزز وكان لونه غامق. انت ما حطيت لسه، انت مش قوي، نمسك في خناق بعض ونروح للقاضي نتخانق، ما ينفعش ما ينفعش. انت اعمل بقى صينيه الكنافه وانا اجي اشتريها على طول، ادوقها قدامي وشايف عجباني اشتريها واشيل البضاعه، مش عجباني خلاص يفتح الله. فهمت بقى؟ عشان كده هنا يقول لك ايه، والتاني ان يكون جنسا نوع واحد ما اختلطش بغيره، علشان لان الخلطه تؤدي الى النزاع، فلا يصح السلم في المختلط المقصود الاجزاء التي لا تنضبط كهريسه، زي البسبوسه يعني كانوا يسموها هريسه زمان، وان كان في برضه الوقت البسبوسه نوعان، هريسه وبسبوسه، اهل اسكندريه سموا البسبوسه هريسه، ما يدورش. المهم يعني هو هريسه يبقى كمان الكيك يمشي، والبسيسه كانت تمشي، والكحك يمشي، والبتيفور يمشي. طب هو الفقيه كان يعرف بتيفور؟ كانش يعرف بتيفور، لكن خلاص هو بنى لك الفكر الفهم. يبقى كل ما يطلعوا لك حاجه والمنين؟ طب والباتونسه ليه يا عم الشيخ ينفع؟ ما ينفعش، وهكذا. شفت بقى ازاي انك انت طالما عندك فهم مهما تتغير الاسماء والمسميات تعرف حكمها. فهمت ازاي؟ حكمها خلاص بقى ظاهر في ذهنك، ما تحتاجش ايه. طب وينفع بسكوت بعجوه ولا المنين اللي من غير عجوه؟ ما ينفعش يا عم، لان كل ده خليط مسه النار، واخد بالك، اجزاءه غير معلومه يؤدي الى النزاع، فما ينفعش عقد السلم ارميه. طب ارميه فين؟ حطه في عقد البيع، حطه في عقد البيع. واضح؟ عشان كده الوقت تلاقي الفرن يعمل ايه؟ يخبز الحاجه الاول ويعرضها في الفاترينا، الناس تروح تشتريها جاهزه. مش كده برضه؟ ده مش سلم، ده بضاعه بيع وشرى. تقوم ايه تقول له لا ده محموش شويه، لا ده مستوي، لا طب وديني ادوق كده؟ يقعد يدوق من هنا ويدوق من هنا ويدوق من هنا زي مش عارف اسماعيل ياسين، وفي الاخر ما يشتريش ويشبه، يبقى نصاب، لانه بياكل اموال الناس بالباطل، اغراء انه هيشتري وهو مش ناوي يشتري، يبقى برضه نصاب، يبقى اكل حراما، وهكذا. يبقى الواحد ياخد باله. فلا يصح السلم في المختلط المقصود الاجزاء التي لا تنضبط كهريسه ومعجون، معجون اللي هو زي الكريمات زي ما قلت لك، ومعجون الحلاقه وغيره وغيره. فان انضبطت اجزاؤه صح السلم فيه كجبن. الجبنه ممكن، لان الجبنه كلها بتبقى كتله واحده، هو عباره عن لبن متجبن، صحيح بيتحط عليه بعض الانفحه، بس الانفحه مش مقصوده لذاتها، ده عشان تحوله تديله طعم، فمش مشكله. والزبده نفس الحكايه تنفع في السلم، لانها اجزاؤه مش مختلطه، ده زبده، ده عباره عن اللبن لما حولت دسمه وكتلته خلاص سهل. بس في الشرط بقى في الحالات اللي زي دي، الجبن والحاجات دي، احدد نوع الحيوان اللي هعمل من لبنه الجبن، اقول له انا عايز جبنه بقري، انا عايز جبنه جاموسي، انا عايز سمنه مش عارف ايه جايه من لبن ايه معيز. فهمتني ازاي بقى؟ لانها بيفرق دسامه اللبن المعيز عن لبن الجاموس عن لبن البقر، يبقى لازم احدد مصدر اللبن. فهمتني ازاي؟ علشان امنع الجهاله المتعلقه بالدسومه، والدسومه مقصوده لذاتها. واضح ازاي؟ فان انضبطت اجزاء صح السلم فيك جبن. والشروط والشرط الثالث مذكور في قولي ولم تدخله النار لاحالته. النار لما بتخش في الحاجه بتغيرها لصوره ثانيه، بتحولها لصوره ثانيه خالص. فهمتني ازاي؟ فما ينفعش في عقد السلم ان نتفق على حاجه هتمسها النار، لانها قد تغيرها الى صوره انا لا اريدها، بان دخلته لطبخ او شيء، فان دخلته النار للتمييز كالعسل والسمن صح السلم فيه. لو كان بقى النار وظيفتها مش تصنيعه وتحويله لصوره ثانيه، لا تمييزه واستخلاص الحاجه اللي انا عايزها، زي ما اجيب الزبد كده اعرضه للنار يقوم يتحول الى سمن، او ده النار ما احلتوش لحاجه مختلفه. واضح؟ ده احلته لصوره انا عايزها. واضح؟ لانها ميزت. وبعض انواع العسل كذلك يعرضها للنار علشان يبعد الشمع عن العسل، ما يقدرش يبعد الشمع عن العسل الا اذا عرضه للنار، يبقى النار هنا للتمييز. لو كان الدهوني من غير ما تمسه النار هيختلط بالعسل بقى مختلط بغيره، يبقى ما ينفعش. واضح؟ كل الكلام ده قاله النبي؟ ما قالوش النبي، لكن اشار اليه. مين اللي فهمه؟ الفقيه.
اللي فيهم مين الفقيه؟ بأن دخلته لطبخ أو شيء فإن دخلته النار للتمييز كالعسل والسمن صح السلام فيه. والرابع ألا يكون المسلم فيه معينا بل دينا، فلو كان معينا كأسلمت إليك هذا الثوب مثلا في هذا العبد فليس بسلم قطعا ولا ينعقد أيضا بيعا في الأرض. يعني ما يبقاش حاجة معينة، يعني ظاهرة قدامي كده شايفها وأقول له بلفظ السلم أسلمت لك هذه الشنطة وأنا شايف الشنطة بمئة جنيه، دي أسلمت دي. طب ما أنا شايفها. لا ما أنا بقول أنا شايفها، ما ينفعش أسلمت. أسلمت يعني معناه أسلفت، يعني الشيء غير موجود وأنا شايفها، ما ينعقدش سلم. طب وهل ينعقد بيع؟ يعني العبرة بالألفاظ بالمقاصد، لأن طالما حاجة موجودة ما هي بيع أهو. طب ما تشيل كأن السلم معنى بيع. هنا بعض الفقهاء قال خلاص ينعقد بيعا، غير الشافعية. الشافعية قال لو نص على السلم لا ينعقد أصلا، يحولها لعقد بيع ويقول بعتك، ما يقوليش أسلمتك. واضح؟ لأن عندهم في ثلاث عقود لازم فيها اللفظ عند الشافعية، السلم والكتابة والنكاح. يعني ما ينفعش واحدة في عقد الزواج مثلا ولي الزوجة يقول للعريس اللي جاي يزوجه بنته وهبتك ابنتي على الصداق المسمى بيننا، ما ينعقدش عقد زواج عند الشافعية لأنه بلفظ الهبة. واضح؟ ما ينفعش. ولا ينفع يقول إيه أعطيتك ابنتي بالصداق، ما ينفعش لأنه دي بلفظ عطية، والعطية أصلا ليست علاقة ينبني عليها علاقة بين رجل وامرأة. واضح؟ لازم يقول له أنكحتك أو زوجتك كده. لو قال غير اللفظين دول ما ينعقدش. الأحناف قال لك ينعقد بلفظ الهبة عقد الزواج، لأنه خلاص ينصرف إلى العلاقة المعتادة. واضح؟ لكن الشافعية قالوا لا، عقد النكاح لازم فيه الصيغة والسلم والكتابة، المكاتبة يعني مع العبد، ثلاث عقود لازم فيها الصيغة تبقى واضحة. واضح؟ لأن في الزواج بينبني عليه استباحة الأعراض اللي هي أصلا حرام، فلازم ايه نضيقها علشان ما يحصلش ان الناس تتلاعب في الاعراض. طيب والكتابه، لان فيها خروج عن الملكيه بمن ليست له ذمه ماليه وهو العبد. العبد بيشتري نفسه، والعبد ما له ذمه ماليه اصلا، لكن الشرع عشان متشوف ان هو يحرره اجاز لي ان هو في لحظه لطيفه يبقى ليه ذمه ماليه. فما ينفعش المكاتب يقول ايه اشتريت نفسي منك، لا يقول كاتبته، لازم كده يقول لفظ الكتاب. واضح؟ لانه ده عقد اصلا مش متوفره فيه الشروط، ده ضيق. والسلم كذلك، لانه برضو على خلاف الاصل، لانك بتشتري شيء غير موجود. فهمت بقى طريقه تفكير الفقيه؟ عشان كده الفقيه الشافعي قال لك لا لا ينعقد. لو قال اسلمتك في بضاعه معينه موجوده، معينه يعني شايفها بعيني حاضره في العقد، وبلفظ السلم قال لك لا ينعقد سلم. وهل ينعقد بيعا يا فقيه؟ قال لك ولا ينعقد بيعا. واضح؟ ده الفقيه الشافعي قال كده. طب ليه ما قستوش على البيع؟ قال لانه السلم على خلاف الاصل، وانا لا اتوسع في الامور الرخص لانها على خلاف الاصل. يغير اللفظ اسهل لي. طب وانا ليه اصححه له؟ طب ما يغير اللفظ عشان ما يشتبهش عندي القضاء بين الناس. فهمتني ازاي؟ ادي طريقه فهم الفقيه الشافعي. الفقيه الحنفي قال لك يا اخي ده العبره بالمقاصد. هو اما قال له كده يعني معناها بيعها، البضاعه حاضره خلاص اسلمت والبضاعه حاضره كانها بعتك، خلاص مشيها بيع، ويبتدي يمشيها على احكام البيوع. يبقى لو راح لقاضي حنفي يصحح له العقد ويحوله البيع، ولو راح لقاضي شافعي يقول له لا خد فلوسك ده عقد باطل ما ينفعش. يبقى عادي تختلف الفقهاء في الفروع على حسب طريقه تفهمهم فهمهم، فيهاش مشكله. واضح؟ ألا يكون المسلم فيه معينا بل دينا، فلو كان معينا كأسلمت إليك هذا الثوب، دينا يعني مش موجود يعني. فلو كان معينا يعني حاضر في المجلس العقد كأسلمت إليك هذا الثوب مثلا في هذا العبد فليس بسلم قطعا ولا ينعقد أيضا بيعا في الأظهر. ومقابل الأظهر إيه؟ كالأحناف ينعقد بس بيعا. يبقى الشافعية لهم وجه كالأحناف، عشان كده لا يخلو
مذهب الشافعي من وجه يوافق باقي المذاهب، وعشان كده اللي عايز يعبد ربنا على كل المذاهب يبقى شافعي. لو قعدت تنقب في فروع مذهب الشافعي في كل مسألة هتلاقي فيها أوجه توافق المذاهب الأخرى من داخل المذهب، من داخل المذهب، من غير ما تسيب مذهب الشافعي، وهو من أقصر المذاهب الفقهية. واضح؟ والخامس ألا يكون من معين، كأسلمت إليك هذا الدرهم في صاع من هذه الصبرة. لا يبقى في معين ولا من معين. أما أقول له مثلا إيه، لو سمحت كده احنا ماشيين على غيط مثلا، يعني حقل في مثلا نخل مثمر والبلح طالع منه كده جميل حلو، اقوم اقول له ايه، اسلمت لك 1000 جنيه على ان تعطيني طن بلح من النخل ده، من النخل ده، او ده في معين اهو، ده لا ينعقد سلام. واضح؟ لانه ممكن ينبني على هذه الصوره نزاع، يجي يعمله لي اقول له لا انت نقيت لي يا عم البلح الصغير، انا لما بصيت كده كنت شايف بلح كبير، فلما اتفقت معاك كانت عيني على الكبير، ما كانش قصدي تجيبوا لي كله صغير كده، وبعدين كان في حاجات احمر وحاجات مصفره وجايبوا لي كله مخدر، ما ينفعش، انا كان عيني على الملون، انت جابوه لك رطب، انا انت اتاخرت سبته لما رطب، انا كنت عايزه يقرقش، ما ينفعش. هينبني على مثل هذه العقود نزاع، فهمت؟ او معدي على كومه كده، كومه قمح، تقوم تقول لي اديني ايه 3 كيلات من الكومه دي وتداني بعد اسبوع من الكومه دي، ما ينفعش برضه، لان ممكن الكومه دي تديني 3 كيلات يطلع من اطرافها واطرافها فيها اطراف كتير، او من باطنها ويكون باطنها كان مرطب ويكون فيه تغير في الطعم، فما ينفعش. لكن انا لما اقول له انا عايز قمح النوع الفلاني في ذمتك ويكون صالح للاستعمال، ما حددلوش بقى من ده، ما حددلوش من ده، اديله فرصه علشان يجيب لي الشروط اللي انا عايزها. لكن انا بقول له من ده وبعدين يجيب لي وما لاقيش الشروط واتخانق معايا يقول لي ما انت اللي قلت لي من ده، انت اللي قيدتني، انت لو سبتني السوق قدامي واسع كنت اجيب لك اي نوع تاني، يوم يحصل نزاع، ده يمسك في خناقه. فهمت بقى ان الفقيه يقعد يدي في شروط عشان يمنع الناس تمسك في خناقه بعضها. واضح الكلام؟ لو ما قالوش الشروط دي كان ايه، كانت الناس قعدت كلت بعضها وتخانق كده. احنا قرينا المتن لحد هنا كفايه، نشوف بقى كلام الشيخ البيجوري بيقول: ومن معين كأسلمت إليك هذا الدرهم في صاع من هذه الصبرة، الصبرة اللي هي يعني كومة الطعام. هنقف عند هذا الحد ونقرأ كلام الشيخ البيجوري نشوف بيقول إيه. فصل في أحكام السلم. لما فرغ المصنف، اللي هو مين؟ مين المصنف؟ أبي شجاع. من بيع الأعيان، من عقود بيع الأعيان، يعني بيع البضائع الحاضرة. بيع الأعيان يعني إيه؟ البضائع الحاضرة الموجودة قدامي، سموها أعيان ليه؟ لأنها متعينة، يعني شايفها بعيني قدامي. حاكم الوقت الناس ما بتبقاش تفهم عربي. يقول لك يعني إيه بيع الأعيان؟ يعني الوجهاء؟ يقول لك ده من أعيان مصر. يقول لك ده من أعيان الصعيد، يعني عمدة. وأنتم بتبيعوا العمد عندكم؟ يا عم أعيان هنا غير أعيان هناك، أعيان هنا في عقود المعاملات يقصد بها البضائع. فهمت ازاي؟ لانها متعينه امامي اراها بعيني. واضح الكلام؟ ما احنا بقينا في بلد ما بتفهمش عربي. لما فرغ المصنف من بيع الاعيان شرع في بيع الذمم. بيع الذمم اللي هو ايه؟ بيع في الذمه، يعني بيع حاجه مش موجوده في الواقع امامي لكن موجوده في ذمه ايه؟ احد طرفي العقد، يبقى كانه بيبيع لي ذمته شرفه. يقول لك انا كلمتي دي ليها ثمن. فهمتني ازاي؟ عشان كده الناس اللي بتتعامل بالمال معروفه الحكايه دي، يقول لك ده راجل ثقه، ادام اداك كلمه هيجيب لك اللي انت عايزه، ما تخافش. تقوم ما تدي له 1,000,000 جنيه تنام مستريح. ليه؟ لانه كلمته ذمته محترمه، هيجيبها لك هيجيبها لك. انما في ناس ثانيه لا ذمه ولا دين، ودول الاكثر في هذا الزمان. فهمت؟ فده ما ينفعش يشتغل في باب السلم،
لانه ده نصاب، يبقى باب السلم عايز امانه شديده اشد من امانه عقود البيع. كل العقود عايزه امانه، بس في السلم الامانه عايزه نسبتها تبقى اعلى شويه، لانه ممكن ينصب عليك اكتر، لانه ده خد الفلوس وروح وانت ما خدتش حاجه وروحت، يعني رايح له جايب شنطه فلوس اديتها له وتنك ماشي ما خدتش حاجه، يعني ممكن يضحك عليك بسهوله، يقعد يقول لك بكره بعده وبكره وبعده، ده ما بيجيش الا يوم القيامه ان شاء الله لحد ما ياخد فلوسك على الفاضي، فما ينفعش. يبقى بيوع الذمم زي السلم ده عايز امانه شديده، فهمت؟ شرع في بيع الذمم، فهذا هو القسم الثاني المتقدم في قولي وبيع شيء موصوف في الذمه، عشان كده قال في الذمه، ولهذا قال الشارح هناك ويسمى هذا بالسلم، وتقدم انه مبني على ان البيع في الذمه سلم ولو بلفظ البيع وهو ضعيف. فمذهبنا لو قال بعتك كذا في الذمه وتوصفه بلفظ البيع لا ينعقد سلم على الراجح، لكن في وجه ضعيف عند الشافعيه قال لك ينعقد سلم، خلاص ادام قال في الذمه يبقى انسى كلمه بيع وحطه في باب السلم، لان العبره بالمقاصد، واضح؟ والمعتمد انه لا يكون سلما الا اذا كان بلفظ السلم او السلف، ومع ذلك فهو نوع من البيع، لكن نوع هو حقه كان يقول ايه، نوع من المعامله، لكن على اي حال هو نوع من البيع لكن بلفظ مخصوص، وانما عقد له المصنف فصلا لطول الكلام عليه ولاعتبار الشروط الزائده فيه المذكوره في كلامه، ويؤخذ من كونه بيعا انه لا يصح ان يسلم الكافر في الرقيق المسلم او المرتد وهو الراجح كما في المجموع. هو ليه الوجه الضعيف في المذهب سماه بيع في الذمه، ما قالش سلم في الذمه، سماه بيع في الذمه؟ قال لان في بعض الصور بتشبه عقد البيع بالظبط، احنا قايلين احنا في عقد البيع ما ينفعش ان انا ابيع رقيق مسلم لكافر، مش كده برضو؟ عشان ايه؟ لئلا يكون للكافر سلطان على المسلم، ممكن لما انا ابيع له رقيق مسلم لراجل كافر يمنعه من الصلاه، يفتنه في دين، يجبره يشرب خمره، يجبره يزني، لانه ما يحترم ما عندوش ديانه، يبقى انا ما افتنوش في دينه، يبقى ما يصحش ان انا ابيع رقيق مسلم لكافر، واخد بالك؟ لازم ابيعه لواحد مسلم زيه. طيب طالما ما ينفعش ابيع رقيق مسلم لكافر، كذلك ما ينفعش اسلم رقيق مسلم لكافر في عقد السلم. فلما لقاها اشتبهت هنا وهنا فسماه ده عقد بيع برضه، لان نفس الشروط اللي موجوده في المبيع وفي العاقد هي هي في عقد البيع. واضح؟ فده يشبهه، فما فيش مانع اننا نعبر عنه ببيع بس نزود في الذمه. فهمت؟ ده تفكير الفقيه اللي هو قال على الوجه المرجوح. الثاني قال لا خليه سلم احسن عشان ما يختلطش بعقود البيع اللي هي لازم يبقى ايه المبيع حاضر، وهنا المبيع في الذمه. واضح؟ والمعتمد انه لا يكون سلما، كونه بيعا انه لا يصح ان يسلم الكافر في الرقيق المسلم او المرتد وهو الراجع، يعني لو مسلم مرتد، مسلم ارتد وهذا المسلم المرتد كان عبد بيباع، ما ينفعش برضه ابيع الواد المرتد ده لواحد كافر، ليه؟ لانه لو بعته لواحد كافر هيثبته على ردته، لكن انا لما ابيعه لواحد مسلم يمكن يرد له عقله ويرجع لدينه، ولو ما رجعش لدينه اهو هيعامله كويس. فهمتني ازاي؟ يبقى حتى المرتد، مش هقول بقى المرتد بقى كفر خلاص ابيعهم لبعض، الكفار اولى ببعض، لا، لان ده ما زال كان له علقه بالاسلام، يمكن مرتد علشان عنده شبهه، ولو زالت الشبهه دي يرجع للاسلام تاني، يبقى ما افتنوش انا واوديه لكافر. واضح؟ وهو الراجح كما في المجموع. والمراد بالاحكام هنا اللي هي احكام السلم الصحه والفساد المأخوذان من كلام المصنف، وانما قدرها الشارح لان المصنف لم يبين حقيقته، والاصل فيه، الاصل لما يكتبوه في كتب الفقه يقصد به الدليل، الاصل هو الدليل، كويس؟ لكن في ابواب القياس في اصول الفقه ما يقول لك الاصل يقصد فيه المقيس عليه مش الدليل، المقيس عليه، يبقى كلمه الاصل في كتب اصول الفقه ليها معنى،
وفي كتب الفقه ليها معنى. في كتب الفقه الأصل هو الدليل على مشروعية هذا الفعل. هيقول لك بقى الكتاب والسنة والإجماع والقياس وكده. يبقى والأصل فيه أي الدليل عليه قبل الإجماع، يعني دليل إن في إجماع على جوازه، بس قبل الإجماع عندنا دليل من الكتاب والسنة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في السلم. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يعني كأنه هو نوع من التداين، نوع من السلف. ده أنا بدي لك المبلغ سلف لحد ما تجيب لي البضاعة، فبقى إيه؟ كأنه دين. ونكتب بقى الصفات، فاكتبوه هنا يعني اكتب صفات المسلم فيه. نزلت في السلم. وخبر الصحيحين، الخبر اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء، شوف بقى النبي قايل إيه الشروط، قايلها النبي ببساطة إزاي: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. شوف النبي بقى فجر الشروط دي كلها في ذهن الفقيه من الثلاث كلمات دول: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، عشان تنتفي الجهالة من كل الجهات. واضح؟ وكلمة في شيء يعني موصوف، الشيء ده موصوف، طالما بقى شيء يعني شيء موصوف له صفات، يبقى له صفات وله وزن أو حجم أو عدد وله أجل معلوم. واضح الكلام؟ وأركانه خمسة. أتفضل. وأركانه خمسة: مسلم ومسلم إليه ومسلم فيه ورأس مال وصيغة، زي ما قلناهم في الشرح. مسلم اللي هو بيدفع الفلوس الأول، مسلم إليه اللي هو خدها وهيجيب لك البضاعة بعدين، ومسلم فيه اللي هي البضاعة الغير موجودة اللي هيجيبها لك، ورأس مال اللي هو المبلغ اللي دفعناه، وصيغة اللي هي الإجابة والقبول. أشار إليها الشارح بقوله: ولا يصح إلا بإيجاب وقبول، اللي هي الصيغة، ويعتبر فيه ما يعتبر في البيع إلا الرؤية. احنا قايلين في البيع من ضمن المعتبر فيها الرؤية، في السلم يعتبر فيه كل حاجة إلا الرؤية لأنه غير موجود، أكتفي بالصفات. قول: وهو السلف يقال أسلم وسلم وأسلف وسلف، والسلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق، وإنما سمي المعنى الشرعي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفا لتسليفه فيه. وحكى الرافعي في شرح مسند الشافعي عن ابن عمر أنه كره السلم هنا، كره كلمة السلم، كان سيدنا عبد الله بن عمر يعني إيه يحب كلمة السلف أحسن عشان أوضح. ولعل وجهه كما قال الشبرم الليثي أن السلم لغة الاستسلام والانقياد، فكان ينبغي للفقهاء التعبير بالسلف، لكنهم عبروا بالسلم لأنه الأشهر ولأنه لغة أهل الحجاز ولأن السلف اشتهر عندهم في القرض. وقوله بمعنى واحد، يعني السلم والسلف بمعنى واحد، أي متلبسان بمعنى واحد، وهو الاستعجال والتقديم كما ذكره السيوطي في حاشيته على العجالة على المنهاج. وإن قال الإمام السيوطي في حاشيته على العجالة على المنهاج، منهاج الطالبين الإمام النووي، وإن قال بعضهم لم يذكروا أحد من الشافعية ولا غيرهم إلا ملا مسكين، هي بتتكتب مانيلا مسكين لكن تتقري ملا مسكين، في شرح الكنز لعدم اطلاع على كلام السيوطي. ملا مسكين سألت فيه الدكتور أسامة الأزهري السيد، بحث لي عنه وبعت لي بقى ايه معلومات عنه، قال لك هنا ايه: ملا مسكين هو العلامة الفقيه معين الدين الهروي محمد بن عبد الله الفراهي الهروي الحنفي المعروف بملا مسكين، المتوفى سنة 94 و900 هجرية، له ترجمة في كتاب روضة الجنات في تاريخ هراء، وفي معجم المؤلفين، وفي كشف الظنون وغيرها، ده ملا مسكين. له شرح مشهور على كتاب كنز الدقائق للعلامة حافظ الدين أبي البركات النسفي في فروع فقه السادة الأحناف، اللي هو قال عليه هنا في شرح الكنز اللي هو كنز الدقائق. أو الكنز ده كتاب اسمه كنز الدقائق للعلامة النسفي في فروع ايه
الأحناف، ملا مسكين له شرح عليه. يا ملا مسكين، لكن هو اسمه اصلا انا قلت لك اسمه معين الدين الهروي محمد، اسمه محمد هو مشهور بمعين الدين. والهروي نسبه لبلده هراء هراء، والحنفي نسبه لمذهبه الفراهي، بلد اسمها فراهة برضه. قول بيع شيء موصوف في الذمة أي بلفظ السلم أو السلف. احنا فاضل لنا دقيقة واحدة وهننتهي، هو الدرس بتاعنا خصلة 60 دقيقة ولا عايزينها 45 دقيقة؟ ممكن والجرس يضرب 60 دقيقة. خلاص هنخلص الحتة دي ونقف على ايه؟ جملة مفيدة. أصل الفقه الأحسن ما يبقاش الدرس بتاعه مدته طويلة، دروس الوعظ ممكن تقعد طويلة لكن دروس الفقه أحسن تبقى قصيرة. أي بلفظ السلم أو السلف، بيع شيء موصوف في الذمة أي بلفظ السلم أو السلف، وإلا فهو من البيع على المعتمد. قال الماوردي ليس لنا عقد يتوقف على لفظ مخصوص إلا ثلاثة. الماوردي ده من فقهاء الشافعية من أصحاب الوجوه الكبار، بيقول ما عندناش عقد في مذهبنا كشافعية مرتبط باللفظ المخصوص إلا ثلاثة، السلم والكتابة والنكاح، لكن الشارح ترك ذلك لكونه جاريا على الضعيف القائل بأنه يكون سلما وإن كان بلفظ البيع كما مر. قوله ولا يصح أي السلم إلا بإيجاب وقبول أي بشروطهما المتقدمة في البيع، كقول أسلمت إليك كذا في كذا فيقول قبلت. قول ويصح السلم حالا أي بأن صرح بالحلول يعني في الحال يعني، وقول مؤجلا أي بأن صرح بالتأجيل بالنسبة للمسلم فيه، أما رأس المال فلا يصح فيه الأجل، رأس المال ما ينفعش فيه الأجل لازم يدفع حال، يبقى ما يقول لك مؤجلا يفصل المسلم فيه، ويجب قبضه حقيقة اللي هو الثمن يعني أو رأس المال في المجلس كما سيأتي. أما المؤجل فبالنص والإجماع، يعني أما السلم المؤجل يصح ده بالنص والإجماع لأنه هو أصله كده أن يبقى فيه أجل، وأما الحال اللي هو يبقى حالا مفيش أجل فبالأولى، ده رأي الشافعية قال لك إذا كان المؤجل بيصح يبقى اللي في الحال ده بباب أولى لأنه الجهالة فيه أقل لبعده عن الغرر. فإن قيل الكتابة تصح بالمؤجل ولا تصح بالحال، فممكن ترد عليه تقوله بس عقد الكتابة المكاتبة يعني ما ينفعش فيه إلا بالأجل وما ينفعش فيه حال. أجيب بأن الأجل إنما وجب فيها لعدم قدرة الرقيق على نجوم الكتابة اللي أقصتها يعني، والحلول يقتضي وجوبها حالا، لأننا لو خليت عقد الكتابة ينفع حالا بعجز الرقيق لأن الرقيق ما عندوش مال يكفي يدفع ثمنه مرة واحدة. واضح؟ وعند الأئمة الثلاثة اللي هو مين بقى؟ الأحناف والمالكية والحنابلة، لا يصح السلم حالا أصلا بل لابد أن يكون مؤجلا نظرا للآية والحديث السابقين، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وأزن معلوم إلى أجل معلوم، يبقى لأن الشيء مش موجود. واضح؟ فيبقى إيه؟ لو كان موجود ما يبقاش سلم. واضح؟ قوله فإن أطلق السلم يعني بغير أجل بقى، ما حددناش الأجل، لا قلنا أجل ولا قلنا حال، قلت أسلمت لك كذا في كذا ما قلناش إلى أجل، واخد بالك؟ طب نعمل ايه؟ هل العقد ده ينعقد؟ ولو انعقد ينعقد حل ولا مؤجل؟ فهمت بقى ازاي؟ هذا مقابل لمحذوف، والتقدير هذا ان صرح فيه بالحلول او التأجيل. فان اطلق السلم يعني ما قالش لا حل ولا مؤجل، انعقد حالا في الاصح. ليه؟ علشان اقيد اضيق ما وسعش. اي كما انه اذا اطلق البيع انعقد حالا ومقابل الأصح قال لك لا يبقى باطل أحسن زي ما شرحنا في الأول، بطلانه حينئذ. وإن ألحقنا به أجلا في المجلس لحق
لان احنا عندنا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا في مجلس العقد، فلو ذكروا الاجل بعد الصيغه لكن ما زالوا في المجلس يبقى يلحق بالعقد. يعني بعد ساعه كده بعد ما شربوا الشاي واتفق وقال اسلمت لك كذا في كذا والصفات كذا وكذا وكذا، وبعدين قعدوا يشربوا الشاي يتفرجوا على الاخبار يقروا الجورنال لسه قاعدين مع بعض، وبعدين ايه وهم ماشيين بقى قال له بس الكلام ده يكون في خلال شهر اهو نص على الاجل اهو يلحق بالعقد. واضح؟ فهمت بقى الكلام؟ لحق او ذكر اجلا ثم اسقطاه في المجلس سقط، ولو ذكر اجل واسقطاه في المجلس وغيره الثاني قال له لا بس الشهر ده قريب قوي لان ده البضاعه على ما ادي الفاكس وعلى ما تيجي في البواخر مش اقل من شهرين، يقول له خلاص شهرين يبقى اسقطوا الشهر خلوه شهرين يمشي طالما ما زال في المجلس. واضح؟ قول وانما يصح السلم قدره الشارح ايضاحا، والا فقول المصنف فيما متعلق بقول ويصح السلم وفي عباره الشارح الحصر صريحا، وقول فيما اي في شيء والمسلم فيه، وقول تكملت فيه اي اجتمعت فيه خمس شرائط، هذه الشروط معتبره في المسلم فيه في الواقع، والشروط الاتيه تعتبر في العقد هيجيبها بعدين، فلذلك لم يجمع المصنف في عباره واحده. نقف على الشروط الخمسه نقراها المره الجايه ان شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.